السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ اليوم الشمس قوية والجو راح يبدي ينزل شوية، درجة الحرارة تبي ترتفع شوية شوية. شوف هاي ذاك اليوم راويتكم القاع كل شيء ما بيه، شوف اليوم شلون ثلج. اخوان، احد المتابعين طلب من عندنا نحكي على السالمونيلا، راح احكي لكم بالتفصيل على السالمونيلا حتى تعرف هذا المرض شنو هو. زين، انا احب المتابعين يكونوا مثقفين، يعرفون الامراض شنية. مو شرط يعني انت تعالج، لان انت ما راح تقدر تعالج، انت راح تروح على المختبر، راح تروح على الصيدلية مال الطيور تقول له انطيني هذا الدواء، ينطيك هذا الدواء، بس راح افهمك شنو السالمونيلا. بس قبل هاي خل اراويكم الطيور واحكي عليها شوية بعدين. شوف اخوان، هسه الطيور يعني انا بالنسبة لي يعني ما قانع، بس يعني الطيور هذه فتحنا حلالها كلها، لزمت حلال كلها تقريبا، يمكن زوجة وزوجين ما لزموا حلال، ما اعرف يعني اكو زوجة وزوجين ما لزموا حلال بعدهم. مثل ذاك الادلاع، ذاك كان مزوج فحل ما دا يقبل يزوج الطيرة، قد احبسه وياه ما يزوجها. دبيت لهم هذا، شوف هذا القش، هذا عندنا اشجار هنا بكندا، عندنا اشجار هنا بكندا هي الذب هذا القش، هذا يصير احسن عش باعه. شوف شلون يلموه، شوف شلون لامين كلها مسوي عش باوع، شلون يلمون كلها لامه مسوي عش باوع، كلها مسوي عش. هسه انا اذا تباعون ما كاتب على يا طيره يا فحل، لين بعدني ما ادري يعني، عندي البدرنقات زوجي المكعكلات بعدهم صغار ما زوجين ما يقبلون يزوجون، الفحل هذا الادلع هايج ما يزوج، عندي طواير اثنين يمكن هاي جات ما تزوج. ف يعني هذا اللي اريد اقول لكم عليه اخوان. الطيور بعدها يعني مثل ما قلت لكم هي مزاوجه ولازم احلال، يعني الطيور مزاوجه ولازم احلال، بس مو كلها، قسم تندل قسم ما تندل بعدها، يعني بعد ما ندري خليها لي انا هسه منتهيه بالاكل، خل اذبلها شويه اخوان، انطوني مجال شويه لحظه بس خل تاكل هي بين ما نسولف احنا. زين اخوان، اللي اريد اقول لكم عليه انه مو فتحت البيبان، من فتحت البيبان تخربط الخبط، يعني الطبق مال الطيور قسم نفسها طبقت قسم غير شكل زوجت، ما اعرف ليش يعني صارت هاي الحاله، بس بعد ما اقدر اثبتها، ما اقدر احبس زوجي هنا وزوجي هنا وزوجي هنا، اخليها هل تطلع فد يعني يجوز تطلع هل كم زوج اللي ما زوج وتخربط ال يعني الزواج ماله الطبقه مالته، ما نعرف شو راح يطلع، خلي نشوف. لان بصراحه الجو ما ساعدني ومتعب الوقت، جدا متعب، وما جاي اقدر يعني خليت الامي يتكسر، المي يوميه جامد، يعني تاذيت والله. واحد يمشي هذا الثلج كله وتعرفون له راح واحد يزحلق يوقع، الثلج يخوف. فعفتها، خلي نشوف ايش يطلع من عندها، ما عندنا مشكله وياها، وخليها كلها تزوج ما عندنا مشكله وياها. زين، هسه نجي نحكي على السالمونيلا. اخوان، السالمونيلا هو مرض فتاك جدا، يعني يدمر الطير لين يصيب الجهاز العصبي ماله، واحنا اكبر خوفنا من موضوع يصيب الجهاز العصبي، لان بعد ما يطير اي جهاز عصبي ينصاب ما يطير، ما في جهاز عصبي يطير. زين، يعني اصعب شيء من يضرب جهاز عصبي هذا اللي يصير بيه رعشه، الطيور من يصير بيه رعشه راسه ينهز يصير بيه رعشه. الاخطر من هذا كله انه سالمونيلا، من طبعا هي سالمونيلا اسمها، لا هي اسمها سالمولا ولا سالولا ولا سالومه ولا كل واحد يحكي شكل، هي اسمها سالمونيلا. هذه البكتيريا تمتاز انه تعيش بمناطق مختلفة، اذا عاشت بالجهاز بالامعاء يطلع اسهال مخاطي اخضر برائحة كريهة، من تشتم المخاط يطلع برائحة كريهة، هذه سالمونيلا، يعني تقدر تشخصها بسهولة، تشتم ريحة الطير تلقيه ريحة جايفة، ريحة سمك زنخ يعني معفن، هذا سالمونيلا. هذا يصيب الامعاء، هذا من يخرج من الامعاء وين يطلع؟ يطلع برا بالبرج،
يلقح بقية الطيور، إلى قابلية على العدوى كلش عالية. زين، هذا منين يجي؟ هذا يجي أما من الطيور البرية، أما يجي من الطيور يعني الحمامات الفخاتي الطويرنية مصابة تنقل لك ياه للطيور تنزل تاكل. يعني شفت براجة ينزل طويرني ياكل يمهم وما لا يهمهم ولا يهمهم، يقولون خطية جوعان هذا، يا با خطية جوعان ما هذا يأثر علي، هذا راح يدمرني. زين، أنا شنو أستخطي ودمر طيوري؟ على كلين، كل واحد اللي يسوي لي عجبة. هاي وحدة. إذا صاب الجهاز العصبي يروح للدماغ، يعبر للدماغ، بيصيب الجهاز العصبي يسوي هاي الرعشة بالطير، هاي ما تطيب أبد. الطير اللي يرعش ما أقولك، أقولك تخلص من عنده، تخلص من عنده، لأن هذا راح ينقل عدوى للطيور كلها. بعدين الشغلة المهمة جدا 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 أفتحكي بها، إنه حتى الطير من يطيب يبقى ناقل للعدوى، فأنت لازم تلقح طيورك كلها. زين، لأن الطير من يطيب يبقى ناقل للعدوى، حتى الطيرة من تبيض القشر مال بيض مالها ومو بلمعاء يطلع ويا الخروج ويا المخرج، المخرج مشترك، فتحة التناسليون فتحة الأمعاء، فيلقح يصير على الخروج يلوث الخروج، من يلوث الخروج البيض أيضا تصاب، يصاب بيها الفرخ أول ما يفقس. هذه شغلة ثانية أريد أقول لكم عليها. الأتعس من هذا إنه إذا صابت يتكاثر البكتيريا، هاي تتكاثر بالكلية وبالكبد وبالطحال، يعني تدمر الطير، فيظل الطير ضعيف 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 إلى أن يموت. على كل هسه بعدين نجي للعلاج. اللي ينقله بعد شنو؟ اللي ينقله الجريدي، يعني مناطق أوروبا اللي بيها أو مناطق اللي عنده مزرعة عنده مكان، هذا ينقل لياها جريدي، لأن جريدي ينقل السالمونيلا بالخروج ماله، من يضرق يعني من يوسخ ينقل سالمونيلا. السالمونيلا إصاباتها أما بالجهاز المعوي أو تصيب العضلات والمفاصل، من تشوف مفصل الطير مورم تقلبه، تشوف مفصل الطير مورم يقوم ينزل جنحة يصير مثل المضروب مخلوع جنحة، أو ينزل رجليه يظل يعرج، هذا سالمونيلا، هذا أعرف أنه هذا مضروب سالمونيلا. طيب علاج شلون؟ أفضل من العلاج، العلاج ما له هو الأمبسيلين، الأمبسيلين 5 أيام بالمي. زين، وهذا من تخلي 5 أيام بالمي، وراء 5 أيام تقطع تنطي يومين فيتامينات حتى يقوى الطير. أوكي، هاي وحدة. شغلة ثانية، أكو علاج اسمه فيوروزولودين. فيوروزولودين هو أبو الأدوية يعرفه، يقول انطيني علاج ما سلمني الله. هذا العلاج الطيور ما تشربه. ليش ما تشرب الطيور؟ الطيور ما تشربه لأن مر يقتل، فأما تعطش الطيور حيل بحيث تذبحها من العطش، أو يخلوه ويا الأكل. شلون ويا الأكل؟ تحط شوية مي بالكيس، تشقه من فوق، تحط شوية مي، تحط أكل بالكيس، تخبطه الأكل، تخبطه كله بالكيس، وتنطي ميال الأكل جواع حيل. بالأكل ما يحس بيه، ظل يلقط ظل يلقط ظل يلقط ما يحس بيه. ماشي؟ فشوف تتقامط كلها بالإحلال، لأن يعني الحلة عريضة وعالية، فشوف تتقامط كلها باوع، يعني السراويك يا شلون تتقامط كلها بالإحلال يعني. فتحطه ويا الأكل، نرجع لسالفتنا، تحطه ويا الأكل، هذا ينحط ويا الأكل أيضا 5 أيام. اللي أرد أقول لك عليه، الطيور المصابة بالسالمونيلا تنصاب، قلت لك يا أما بالجريدي يا أما بالطيور البرية اللي تنزل حمامات فخاتي طويرنية عصافير، ويا أما أنت تجيب طيور مصابة، أنت طيورك كل شيء ما فيها. وهاي دارجة عندنا بالعراق، صاد لطير قال أوه تمام خوش طير هذا، ذبة ويا الطيور شكله وذبة أو هلسة وذبة. أنا شفت يعني ما أريد أذكر بالاسم، بس أكو واحد حتى عنده قناة طيورة خوش طيور، وطيور يتعب عليها ويشتري خوش طيور، يعني يقول ما أدش بيها، والله ما أدش بيها، كل ساعة تتمرض كل ساعة تموت. هو صايد لواحد باقي وياهم، صايد لطيرة حاطة وياهم، صايد شاد ذابة وياهم، رايح جاي بطيور من برا. يعني لازم الطير اللي يجي من برا تعزله، لازم تعزله،
عندك طيرين، عندك ثلاثة، عندك خمسة، جايب 100 طير، جايب 20 طير، لازم تعزل الطير لمدة أسبوع تشوفه صحته عافيته، يلا تخبطه ويا طيورك. وهذا الطير يعني مرة واحدة يضرب بالبرج كافي، مرة واحدة مو أكثر، انطي مرة واحدة يضرب بالبرج كافي يلوث الطيور كلها. وقلت لكم انتوا احنا ساني ما تطلع الطيور برا، ومنعت الجريد يطوب قفلت عليه، فاني ما خاف عليها وملقحة زين. بالنسبة للتايفويد عندك لقاح وعندك علاج، العلاج ماله كلش صعب، العلاج ماله هو أبر تضربها بالرقبة ماله، بالرقبة ماله لمدة ست مرات، كل يومين أبرة، كل يومين أبرة. وهذا طبعا مو هذا مو فد شيء سهل، هذا فد شيء صعب، لأن إذا عندك فد 100 طير تبعد يوميا 100 طير تضربها، وأكو قسم لا أبر تضرب كل ساعتين، مو هاي تلقح الطيور لقاح مال سلمونيلا وتمتنع عن هاي اللي قلت لك عليها. تروح تجيب طير غريب، تروح تجيب طير من مدري وين، تروح تلزم طير تخليه ويا طيورك، الزم طير ما قلت لك لا، بس عزله، عزله شوفه صحته ضروقه، اذا ما بي شيء لمده اسبوع خلاص هاي ما عندك اي مشكله، بس الطير اذا بي شيء لا هذا راح يدمرك، راح يدمرك ويذيك يعني. فلذلك اخوان هذا اللي اقول لكم عليه، السالمونيلا هو مرض فتاك. والشيء اريد اقول لكم عليه انه السالمونيلا ترى قلت لكم عليها، السالمونيلا حتى لو يطيب الطير يبقى يلقح، خليها ببالك، طير المصيوب سالمونيلا حتى لو يطيب يبقى يلقح. اخواني اعيدها، يبقى يلقح، تبقى موجوده السالمونيلا بجسمه بس المناعه اقوى ما ينصاب. مرات تشوف طيور كبيره تنصاب تقول هاي ليش انصابت، ما هاي بيها سالمونيلا، هي باقي بيها، ضعف الجسم ظهرت، لقحت الطيور كلها زين. ف افضل لقاح السالمونيلا، اللقاح يمكن شويه غالي ما اعرف، بس لقاح السالمونيلا، ولازم تلقح السالمونيلا بطريقه كفوءه 100%، وخاصه قبل ما تطبق الطيور. انا يعني بالنسبه لي ذول لقحتهم، قلت لكم انطيتهم سالمونيلا، انطيتهم تنفسيه، انطيتهم ديدان، انطيتهم كانكر، انطيتهم يعني كوكسيديا انطيتهم، فالطيور ما خاف عليها بعد، واللي يريد يتمرض من عندها خلي يتمرض، هاي يعني شو اقول لك قسمته، شو اقول لك والله ما ادري. على كل هذا الموضوع مال سالمونيلا كل اللي حكيته، اي واحد عنده سؤال استفسار يريد يسالني على هذا الموضوع انا حاضر، انا حاضر، بس حكي انا اعراضه شنو هي، يرعش واسهال يعني ريحته جايفه، اللي يرعش الذبه، الطير المريض الذبه. لا تتامل بي، اكو واي ناس يتامل بي يقول لك والله يصير زين، هو شنو يصير زين، هو حامل مرض راح يموت لك الطيور كلها على مود الطير، لا والله ذبه لو يكون مخبط راح يقتل الطيور كلها. وهذا اوكي اخوان. الشيء الاخر اللي اقول لكم عليه انه اخوان انا عندي فيديوهات سابقه هوايه شارح على مواضيع، على امراض، على اشياء هوايه، فهذه الفيديوهات استفادوا من عندها اخوان، استفادوا من عندها هاي الفيديوهات، هاي الفيديوهات تفيدكم زين، بيها هوايه اشياء، بيها هوايه امور، ارجع للفيديوهات القديمه تفرج عليها. انا سديت هذا المسرح اخوان، سديت هذا المسرح لان هذا جاي تتفارى بيه الطيور وما تلزم حلالها، انا اريدها ما تروح بغير مكان غير حلالها. يعني هسه عندي هاي المكانة، هاي شوف هذه، هذا راح اشيلها، عندي هاي راح اشيلها، هاي راح اشيل الخشبه لان هاي ضوجتني، يجون يوقفون عليها، انا اريد تلزم مكان بالحله. هذه شيلتها الحلال وخليتهم هناك لان جو بارد حيل وما اريدهم يتمرضون زين. حتى هاي راح اشيلها، هاي الهمينه اريد اشيلها، هاي الهمينه اريد اشيلها حتى لا توقف بعد بمكان. شوف هاي الوقافيات هم شلتها، ما اريد اوقف مكان، هذا خلي ما اريدها توقف بمكان حتى تروح تنام بالحله. هم لازمين حلال اخوان، يعني انا بروحهم بالكاميرا، عندي كاميرتين خليها تشوف ذيش كاميرا
ليش الفوق وهاي كاميرا ثانية. هاي كاميرا ثانية. فأباوع عليهم الطيور. يعني أباوع الطيور أشوفها وين وين يعني بالليل وين تنام، لازم حلال أو ما لازم حلال، جاي أشوفها كلها. أوكي حبايب، هذا اللي عندي وياكم اليوم. أنا أعتقد همينة راح أطلع ذاك الأدلع، شوفه شوف 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 هذا الأدلع راح أطلع عليه. ما جاي يقبل ينزوج، كان زوج فحل بس ما جاي يقبل ينزوج، والطيارة بدرنجة مكعكلة. هاي اللي جاي تصعد هناك، خلينا نشوفه، خلينا نشوف. لو باكر يمكن أحبسهم بال يعني أظل أحبسهم لأن يصيرون زينين. أخوان مثل ما قلت لكم، أي شيء عندكم سؤال استفسار، احتمال مريت مرور سريع عليها، بس أريدكم شنو؟ أريدكم تكونون وياي بالصورة. يعني أي شيء واحد عنده علاجات، يريد طبقات، يريد طريقة إطعام الفرخ، يريد يعني شيء يريد، أنا حاضر. ماشي حبايب؟ أوكي حبايب، في مال. لا تنسونا باللايك والاشتراك أبد. السلام عليكم أخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ شلون أخباركم؟ إن شاء الله زينين. اليوم شوف قمنا نفتح بالخانات. هاي فتحنا خانة، هاي خانتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، وذيك ستة. انتظر يومين ذول يلزمون مكاناتهم، لأن ذول لازمين الحلال، يعني ذول قدامة وطوائرهم قدامة، وتقريبا أعتقد لازمين الحلال مالتهم، فيلزمون الحلال مالهم، وبعدين نشوف شلون نرتب. ماشي، نفتح البقية. ياهو المزاوج أفتحه، ياهو المزاوج أفتحه، الما مزاوج ما أفتحه. فأكو شوف ذول مزاوجين، بس خليه يندل حالته فد يومين ثلاثة، هذا الأخ يندل حالته يومين ثلاثة، دا نطيهم مي اليوم جامد المي، انطيتهم مي. ذول مزاوجين، ذول مزاوجين، ذول مزاوجين، هم يراد لهم فتح. ذول مزاوجين يراد لهم فتح. شوف ذولا باوع، ذولا مزاوجين، هذولا مزاوجين أيضا. شوف هذا الفحل، هذا الفحل، وهاي الطيارة. ما جاي يطلع الفحل، اطلع خلي نشوفوز كل المتابعين، اطلع خلي يشوفون حلاوتك. هذا الفحل، هذولا مزاوجين همينة، ذولا هم مزاوجين، ذولا هم مزاوجين، ذولا قدامة يعني همينة هم مزاوجين. شوفهم ذولا مزاوجين، ذولا مزاوجين، زين ذولا مزاوجين، يعني اكثرهم مزاوجين. هذول لزموا الحلال مالهم، لازمين الحلال. شوفهم هسه هذا يتعارك يبسطه يطلعه، لان هاي هو هاي حالته، يجي على حالته خايف من عندي. خايف شنو؟ خايف مو جاي ينطيكم زقنبوت وما يوكل بناريكم، على شنو خايف؟ ابن النعال من يكونوا جوعانين يجون مثل القناذر على رجلي ياكلون. هسه صاروا وش اسمه، زين خلي نرجع هاي بحلتها، لان هاي بعدها جديده ما تعرف حلتها. ابقوا وياي. اكو قسم ما يدلوا الحلال، اكو قسم من الناس كله، شوف كله واقفه هناك خايفه. هسه بس اوخر كلها تجي بمكانها، كلها تجي بمكانها. هسه نشوف، هسه خل اوخر، هسه كلها تجي بمكانها. بالليل اجي عليهم، اللي ما نايم مكانه ارجع نايم مكانه. ماشي حبايب، يلا. هاي لو مطر عندكم دق، لو عندنا ثلج دق. هسه كانت الشمس طالعه، هسه كانت الشمس طالعه ونقطت شويه، هسه قلب الثلج ما ادري شنو فيلمها، وعد الثلج ينزل. هاشت ايدك يلا. اوكي حبيبي، اعطي هنا يجون ياكلون، لان القفص، شوف القفص احط بيه اكل، بس القفص يدخل واحد بعد ما يخلي احد يدخل، فش اسوي خطيه؟ اظل اذب هنا اكل حتى ياكلون. شوف هذول النثيه وفحل، شوف الفرق بيناتهم. شوف النثيه يصير بس من قاره احمر، الفحل يصير كله احمر. شوف هاي الكعكوله ماله هذا ريش، يوقفه من يكون متنرفز، من يكون مامن. شوف هسه هذول مامنين باوع، بحيث باوع ما جاي يشيل الكعكوله ماله، جاي ياكلون. من ما يأمن يشيل الكعكولة ماله، من يخاف يوقفه كعكولة عالية تصير. هذول شوف المكان كله ثلج، أقولكم الوقت يتغير يعني مو ثابت. أوكي السلام عليكم أخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ شو أخباركم؟ عساكم خير إن شاء الله. والله أخوان عدة مشاكل عندنا يعني بالطبقات. اول شيء اكو طواير صغار ما تزوج،
اكو افحل صغار هي مال يعني بنات بنات الكبار ما تزوج اللي نصب له حله يتعارك ويا شو اسمه ويا الاخ يعني ما جاي تصفى الامور ما جاي تصفى الامور بس خليها فكم يوم نشوف شنو شنو الحالين مليت من المي لخليه جاي يجمد المي ويوميا خليه جاي تنكسر الطاسه يعني هذا الموضوع اللي جاي يصير لان الافحل الافحل مو كلها فد عمر كانت هاي جاية بس رغم ما هاي جاية ما زوجت يعني ما اعرف ليش قسم زوج قسم ما زوج قسم يعني اشكال والله فخلي نشوف خلي نشوف شنو يصير لان هسه جاي اقعد يمها اراقبها للطيور نشوف شنو لازم احله ما لازم احله قسم لازمين احلال قسم ما لازمين احلال قسم صغار ما تزوج قسم افحل كانت زوجه رجعت على طوال على افحلها يعني فعزلتهم هناك بذاك البرج فخلي نشوف شنو يصير من عندهم الجو ما يساعد الجو جاي يبرد حيل حيل يعني اذا ما اشعلهم ضوء والنهار كامل ضوء يعني ما تلزم احلال الطيور ما تلزم احلال ما تهيج هسه لا تشوفوها هي هايجه فكيتها كلها فكيت الاحلال مالها هي هايجه هسه كل وحده واحلالها تلزم احلالها خلي نشوف اوافيكم بالاخبار بس خلي تستقر نشوف شنو يصير وياها اوافيكم بالاخبار مالتها اوكي حبيبي بس قلت لكم الافحل الصغار ما جاي تزوج الاطوال الصغار ما جاي تزوج مع العلم راعيت هاي النقطة ذبيت طيرة كبيرة ويا فحل صغير فحل صغير طيرة صغيرة ويا فحل كبير حتى يزوجون خلي نشوف شنو يصير من عندهم اوكي حبايب انطيكم التفاصيل يلا